التكنولوجية، فإن العاملين باستخراج النفط لا يتعرضون إلى مخاطر التلوث الكيماوي فحسب، بل أن هناك مخاطر من تلوث إشعاعي تسببه المواد التي تستخرج مع النفط والتي تحتوي على مركبات إشعاعية. وليس هذا فحسب، بل أن الدراسة تشير إلى أن المناطق المتاخمة للآبار النفطية تتعرض إلى هذه المخاطر الإشعاعية أيضا. المؤتمر العلمي اللي تقيمه جامعة التكنولوجية هو آثار النورم والتي نورم، وهي الأشعة المواد المشعة عند استخراج النفط، وهذا المواد المشعة هذه تبدأ من استخراج النفط والغاز المصاحب وكذلك الأطيان اللي يتم إخراجها من البئر. فجميع هذه المواد المشعة لها أثر على الإنسان، خاصة العاملين بالقطاع النفطي. النفط والغاز الكثير من السموم التي تخرج والمواد المشعة، تعرفون بعضها مواد تكون صلبة وبعض مواد على شكل غازات. أمراض السرطانية تأتي من المشعات اللي موجودة، اليورانيوم وغيرها من الأشعة. علينا دراسة هذه الحالة اللي موجودة وتنبيه المجتمع اللي موجود. ويعتقد بعض الأكاديميين أن العاملين في الشركات النفطية الأجنبية أكثر اهتماما بالحفاظ على أنفسهم من التلوث بالنسبة إلى أقرانهم العاملين في الشركات المحلية، وهو ما نفاه بعض المختصين في المجال النفطي. مع الأسف بالنسبة للشركات النفطية هناك وقاية تامة للعاملين في الشركات النفطية الأجنبية. بالنسبة لعاملين هناك جهل تام حول مخاطر التلوث الإشعاعي، بحيث جميعا يعملون بأيدي عارية بدون كمامات وما يشعرون بأن هناك استنشاق لغازات مشعة. يجب أن يجهز جميع العاملين في شركات النفط بأجهزة تتفحص الإشعاع وتعطي إشارات على وجود التلوث الإشعاعي. العامل في القطاع النفطي بدأ مرحلة جديدة، الكفوف موجودة، سيفتي شوز موجود، قبعة موجودة، بدات العمل توزع بشكل مستمر كل الشركات. ما ممكن يتوفر أي عقد نفطي في حالة عدم توفر مواصفات السلامة والبيئة بشكل كامل. وقد تكون المطالبة بوجود أجهزة كشف التلوث الإشعاعي مهمة جدا في هذه المرحلة تحديدا مع كثرة المشاريع النفطية في البلاد، وهو ما دفع المختصين إلى الربط بين زيادة الحالات السرطانية في محافظات جنوب العراق والزيادة في عمليات الاستخراج والاستكشاف النفطي. أحمد سمير، السومرية.